أعلنت وزارة الداخلية العراقية تمكنها من القبض على 3 عناصر خطيرين يعملون لصالح PKK المحظور في البلاد. الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري قال إن المتهمين تسببوا بحرائق وتفجيرات في أربيل وكركوك وكانوا يخططون لعمليات ببغداد. وأضاف ميري إن 2 من المتهمين ينتمون لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان وتم تجنيدهم وتدريبهم لتنفيذ العمليات، فيما لم يتم كشف هوية المتهم الثالث.